السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في القناة الطبخ المغربية. كنتمنى ألقاكم هذا الفيديو بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. إن شاء الله نقدم معكم خبيزات معمرين بالحشوة سهلة ورائعة في المقلاة إن شاء الله. وقبل ما نمشي للمقادير، كنتمنى اللي باقي ما اشتركتش في القناة يشترك وتبارطاجوا مع الأهل والأصدقاء باش تعم الفائدة إن شاء الله على الجميع، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم أي جديد إن شاء الله بحول الله بإذن الله. بسم الله على بركة الله، غنخدم إن شاء الله. نقول في المقادير بسم الله على بركة الله. بسم الله، عندي زلافة صغيرة بهاد العبار ديال الدقيق العادي، بسم الله، نفس الزلافة دقيق الفينو أو السميد الرطب، بسم الله. عندي كاس فورس أو الدقيق الأبيض بهاد الحجم ديال فورس، بسم الله. عندي معلقة صغيرة السكر سنيدة والسكر حبيبات، عندي معلقة الخميرة الخبز، بسم الله. عندي الملح، ملح على حسب الذوق، بسم الله. وعندي الماء، الماء دافي ديال العجينة، بسم الله. عجينة سهلة مهلة دغيا كتوجد، بسم الله على بركة الله، بسم الله. نخدم الخميرة بهذا الشكل، هي من بعد ما جمعت العجينه تجيب هذا الشكل. وغندهنها بشويه ديال الزيت، قليل من الزيت بهذا الشكل. ونغطيها. ونخليها ان شاء الله تتخمر وندوزو للحشوة ان شاء الله. دابا ان شاء الله ندوزو للحشوة، حشوة سهلة سهلة رائعة. بسم الله، عندنا البصلة، بصلة خضرية، مقدار ديال البصله نصف فلفله حلوه، النص ديالها، نصف فلفله حلوه حمراء، نصف. سهله الحشوه، نستغلو ان شاء الله وقت البصله هذه، نستغلوها ان شاء الله نصوبوا فيها الخبيزات الكاسكروت ان شاء الله. بسم الله على بركه الله، نقطع البصله. من بعد ما قطعت البصله والفلافل بهذا الشكل،
يجو بهذا الشكل. ندير العطريه ان شاء الله او التوابل. نبدا الملح، ملحه على حسب الذوق، الناس تكون كبير، قليل قليل من الابزار او الفلفل الاسود، الخرقوم، التحميره، الكمون، شويه الزعتره، شويه الزير، شويه شويه، كيجيو هائلين في هذه الحشوه. بسم الله على بركه الله. ندير الزيت، بسم الله، جوج معالق الزيت المائده، ثلاثة المعالق زيت الزيتون، معلقة المعدنوس، جوج معالق القزبر، ونخلط إن شاء الله. من بعد ما خلطت جميع العناصر كتجي بهذا الشكل، حشوة سهلة ومهلة ورائعة. خليوها جانبا ان شاء الله، نمشيو للعجينة ان شاء الله بحول الله. من بعد ندوزو للعجينة ان شاء الله. عجينة خمرات، نقطعها ان شاء الله. بسم الله، مد الحجم، نرش الدقيق، بعد ما بسطها بهذه الطريقه هذه الحشوه ان شاء الله. بعد ما خلطتها بهذا الشكل، بسم الله، غادي ندير بعد ما درت الحشوه بهذا الشكل، نجمع العجينه ان شاء الله بالطريقه. جمعت العجينة بهذا الشكل، نقادها بهذه الطريقة. نستمر بهذه الطريقة حتى نكمل إن شاء الله.
من بعد ما ارتاحوا غنبسطهم ان شاء الله. يربي يديا صافي. من بعد ما بسطها بهذا الشكل غندير ان شاء الله الطيب في المقله. من بعد ما سخنت المقله غندهن المقله بالزيت. وندير خبزة بسم الله. وندهن وجه الخبزة بهذا الشكل. وغنقلبها. من بعد ما طابت الخبزة غنحيدها ان شاء الله. هادو هما الخبيزات المعمرين من اللي طابو كيجيو بهذا الشكل، المعمرين بالحشوه الاقتصاديه جدا كيجيو بهذا الشكل، رائعين ورطبين ومحلاهم، كيجيو سالين ويتحضروا في الحين بلا ما تحري القوتي. هادو هما الخبيزات ديال القوتي كيتوجدوا في الحين، سهلين ورائعين وخفاف، يجيو زوينين بزاف. طابو بهذا الشكل محمرين رطاب ومحلاهم. هما محمرين بهذا الشكل رطاب هادو هما الخبيزات المعمرين بالحشوه الاقتصاديه كيجيو بهذا الشكل محمرين ورائعين ورطبين. هذا هو الشكل النهائي ديال الخبيزات المعمرين بالحشوه السهله. كنتمنى عجبوكم وتجربوهم ان شاء الله، وما تنساوناش باللايك. خليت لكم الراحه. بسلامه عليكم.